يشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في أعمال الجمعية العامة 48 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة التي ستعقد خلال الفترة من 22 وحتى 27 من مارس الجاري في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة السويسرية جنيف سعادة الدكتور بسام اسماعيل البن محمد عضو مجلس الشورى. أهلا بك ومرحبا بك في نشرة أخبار الثالثة. وبداية، هل لك أن تطلعنا على مشاركة وفد مملكة البحرين في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها 48 بعد المئة؟ بداية أشكر تلفزيون البحرين على الاستضافة. في الحقيقة مشاركة الشعب البرلماني في اجتماعات الجمعية العامة 148 للاتحاد البرلماني الدولي هي امتداد ومواصلة للاجتماعات السابقة واستمرار لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وما يتحقق من خلالها، بما فيها إبراز دور مملكة البحرين في القضايا المهمة والبناء عليها مع مختلف المشاركين على المصالح المشتركة وإبراز الأمور اللي حققتها البحرين على مختلف الأصعدة. ومثل ما هو معلوم أن الاتحاد البرلماني الدولي يعتبر أقدم منظمة دولية ويقوم من خلال البرلمانيين بتعزيز دور البرلمانات على الساحتين الدولية وانعكاسها على الساحة المحلية بشكل إيجابي، ولذلك مشاركة مملكة البحرين المستمرة مهمة جدا في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. في هذه الدورة من أعمال الجمعية بيكون الموضوع الأساسي اللي بتتركز عليه المناقشات بعنوان الدبلوماسية البرلمانية بناء جسور للسلام والتفاهم، وهو يتماشى مع سياسة البحرين بقيادة جلالة الملك وتوجيهات الله يحفظه من اختيار السلام كنهج استراتيجي تميزت فيه البحرين وساهمت فيه بشكل إيجابي عبر العديد من المبادرات والسياسات والممارسات اليومية أيضا وانعكاسها على السلم العالمي وما تكون فيه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من تنفيذ للرؤية الملكية للسلام والتسامح والتعايش والتنمية كركائز وثوابت تاريخية تتمسك فيها البحرين وتسير عليها. وعلى مستوى اجتماعات اللجان الدائمة في الاتحاد البرلماني الدولي راح تتم مناقشة العديد من القضايا المحورية المهمة، مثل موضوع مواجهة الآثار السلبية على السلم والأمن اللي تمثلها الأسلحة ذاتية التشغيل عبر الذكاء الاصطناعي ومخاطرها على الإنسان، وكذلك الشراكات البرلمانية لتحقيق أهداف العمل المناخي وتأثير الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، بالإضافة لموضوع مشاركة الشباب بشكل أعمق في العمل البرلماني إلى جانب تعزيز وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مواضيع مهمة مثل الأنشطة الداعمة للمساواة بين الجنسين وعدد من الحلقات النقاشية وورش العمل اللي بتركز على السلام وحوار الأديان والتقارب وتأثير تغيير المناخ وإجراءات تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة. وبيشارك وفد الشعب البرلماني في كل هذه الاجتماعات، ونسعى لتقديم الرأى والأفكار والمقترحات اللي تعزز النقاشات البرلمانية، وراح نقدم كذلك كلمات وأوراق عمل تبرز مكانة مملكة البحرين وجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكل ما يتعلق بأعمال الاتحاد البرلماني الدولي في هذه الدورة، وكذلك المشاركة في اجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي واجتماعات المجموعات الجيوسياسية البرلمانية سواء كانت العربية والآسيوية والخليجية والإسلامية المتعلقة بأعمال هذه الدورة، إلى جانب المشاركة في اجتماع الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز. نعم، من جنيف دكتور بسام اسماعيل بن حمد عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.